السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هيبقى برضو في زي حاجة جديدة كده، هعمل زي تشكيل الفريقين المتوقع، ممكن بتشكيل مختلف عن الفريقين زي ما فيتشر، مختلف شوية عن العالي ماهر ممكن يحطه، لكن دي من وجهة نظري أنا. ولو عايزين تشوفوا فيديوهات أكتر ليا ممكن تعملوا لي تابع لو انتوا على الفيس، سبسكرايب لو انتوا على اليوتيوب، ممكن تعملوا لايك وتشيروا الفيديو علشان أكتر عدد من الناس يشوفوا الفيديو. نبدأ طبعا. أكيد فيوتشر هيبدأ في جنش في حراسة المرمى، وقدامه هيبقى على اليمين عمر كمال عبد الواحد، وفي الدفاع هيبقى المساكين الاثنين سعد سمير ومحمود مرعي. أما كباك شمال هيبقى في جوناثان، خط النص هيبقى موجود عندك مثلا عربي بدر، ميدفيلد، أنا بتكلم إنه هيلعب 4-2-4 علشان يبدأ مهاجم الزمالك أكتر. بالنسبة للهجوم هيبقى موجود مثلا عندك رفعت، هيبدأ ممكن باتنين راسين حربة زي عاطف ومروان محسن عشان يبدأ ضغط على الزمالك، عشان الزمالك لازم الفرقة اللي بتلعبه تبدأ ضغط. مروان محسن وعاطف وفاروق. طبعا لو فيتشر بدأ بالحكاية دي هيبقى مثلا، لو مثلا مش عايز يبدأ بأربعة ممكن يشيل واحد من مروان محسن أو عاطف، هيشيل واحد من الاثنين يحط غنام تحت عشان يقفل خط النص، لو هيلعب بأربعة هيبقى تلاتة. عامة هتبقى تشكيلة كويسة للعلي ماهر عشان يبدأ ضغط على الزمالك، عشان الفرقة اللي هتلاعب الزمالك أكيد لازم تبدأ ضغط عشان تكسب، بس مروان ما بدأش كده فهو خسر. أكيد فيتشر عارف هيعمل إيه مع الزمالك بعد أكيد الماتشات وطريقة اللعب المتكررة للفريق. أما عن الزمالك هيبقى في حراسة المرمى عواد، ده أكيد بعد المستوى الرائع اللي بيقدمه بعد 3 كلين شيت في 3 مباريات. أما كان أنا هقول برضو 4-3-3، ساعات فريرا بيغير طريقة اللعب وسط الماتش 3-4-3 وساعات 4-3-3، ده يعني مش بيلتزم بالتشكيل لكن هي عامة بتبقى نفس أوراق اللعب. مثلا هيحط لك 3-4-3، هنتكلم عن كده، المسلوسي زي الماتشات اللي فاتت، مثلا الوينش أكيد قلب دفاع مهم جدا من ناحية الزمالك، هو مش هيتوقف علشان كان يطلع في ماتش بيراميدز والإنذار لا يحسب. والناحية دي مثلا حسام عبد المجيد لاعب كبير أكيد ناشئ طبعا بقى. أما في خط اللي هما الأربع لاعبين هيبقوا تحت، هتلاقي إمام عاشور أكيد بعد عودته بعد الإيقاف، فتور في ناحية الشمال، سيد نيمار ناحية اليمين، ناحية مثلا مع إمام عاشور هتلاقي رؤى أو إسلام جاي، الاثنين بيقدموا مستوى كويس اليومين دول. أما في خط الهجوم طبعا هتلاقي زيزو لاعب يعني بيقدم مستوى رائع جدا خصوصا الموسم ده هداف الدوري. خط يعني كمهاجم صريح هيبقى طبعا سيف الدين الجزيري، طبعا بيقدم مستوى رائع خلال الايام دي بعد ما بريرا قدر يمركزه صح، واكيد هيعوض هينزل شيكابالا او اذا يعني عنده بديل ليه كجناح شباك، بسبب ان هو دلوقتي بعد عدم وجود بن شرقي بقى بيعوضه باسلام جابر وفتوح شيكابالا او هو او فتوح شيكابالا، فهو اكيد لازم ينزل لاعب قوي في حته ناحيه شيكابالا برضه لاعب لا يستهان. طبعا دي تشكيلتي المتوقعة لماتش الزمالك وفيوتشر، وان شاء الله هنشوف ايه اللي هيحصل في الماتش، وتوفيق الناديين، وان شاء الله هنشوف ماتش رائع وجيد يعني الكرة المصرية عامة. وشكرا، وكمان لو عايزين برضو تشوفوا فيديوهات اكتر ليا اعملوا متابعة لو انتوا على الفيس، سبسكرايب لو انتوا على اليوتيوب، ولايك وشير عشان يوصل للناس اكتر. وشكرا، اقابلكم في الحلقة الجاية.